رحنا مع اللاعبات عملنا التقرير ده، اشوفه وارجع لحضراتكم تاني. احنا بنلعب بطولة القاهرة وبطولة الدوري وبطولة الكاس في مع بعض، يعني متساويين مع بعض وكده. فعندي بيبقى ضغط شوية ماتشات، لان انا ساعات بلعب 5 مباريات في 8 ايام، بلعب جمعة وسبت، وجمعة وسبت فاصل بينهم مباراة كاس او القاهرة في يوم الثلاث. فان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله يكون هدفنا واحد، ونكسب ان شاء الله الدوري والكاس والقاهرة ان شاء الله. الماتش النهاردة فرقة هيرليدو فرقة محترمة طبعا، عندهم عناصر كويسة جدا، لعبنا عليهم عيلين عليهم شوية يعني. هو احنا من اول السيزون واحنا شغالين على الموضوع ده يعني، الكابتن عمل لنا كذا يعني، الحمد لله عملنا فترة اعداد كويسة، بنلعب تقريبا كل اسبوع مرتين في الاسبوع، وفي ايام اسابيع هي بتبقى 3 مرات في الاسبوع لما بطولة المنطقة بتدخل. بس شغالين على الموضوع ده من بدري، فمش مأثر معانا في حاجه. الماتشات احنا كده بنبقى محضرين لها من بدري، كل الماتشات بالنسبه لنا مهمه، سواء ماتش قوي او ماتش متوسط احنا بنلعبها كانها ماتشات كاس، ما بنفرقش ما بين فرقه وفرقه. اللي بيخلينا ان احنا نقدر نكمل ان احنا الفرقه كلها في مستوى بعض، يعني ما فيش حد اساسي وما فيش حد احتياطي، احنا كلنا بنكمل بعض، فبنوزع الحمل على بعض في الماتشات. الكوتش طبعا في الاول كابتن يعني بيتكلم معانا وبيفضل يحفزنا وقبل كل ماتش، واحنا الحمد لله يعني ما فيش حد، كل اللعيبه يعني متجانسين مع بعض وبنحب بعض كلنا وماشيين كويس الحمد لله يعني. تعادل المباراه لفريق السيدات كره اليد ولا شيء، الحمد لله احنا ما زلنا متصدرين. وخليني اقول لكم حاجه، ان احنا فايزين بكل ماتشاتنا، واحنا زي ما بيقولوا كده بالانجليزي وي بليف ان يو. الفرقه دي فرقه كويسه جدا، كابتن يحيى يوسف عامل شغل كويس، الفرقه كلها بتضم مجموعه من اللاعبات. انا الحمد لله مطمن يعني بنسبه كبيره جدا ان شاء الله هترجع للمكان الطبيعي بتاعها. تعادل المباراه احنا ما خسرناش، تعادلنا، ولكن وارد يحصل وكمان مباراه خارج ملعبك. كلنا ثقه في هذا الفريق، وبكره افكركم بهذا الكلام ان شاء الله. الفريق ده فريق هيحصد البطولات كما تعودنا على كره اليد للسيدات.